قد لاحظوا بالفعل أن هناك تطور بيحدث في النظافة في محافظة القاهرة. تقولوا لي أنت راضي عن مستوى النظافة أو لا؟ أنا مش راضي عن مستوى النظافة، ولكن إحنا بتشتكي بتقول يومين 15,000 طن بالضبط كده. بالضبط. لكن تقولوا هل إحنا وصلنا للمرحلة الشكل اللي إحنا نتمناه ونرتضيه لمحافظة القاهرة؟ أنا أقول لا، لكن عاوز أقول إحنا على الطريق دلوقتي. محافظة القاهرة يعني أحد المحافظات الأنظف الآن في الجمهورية، بالرغم من التحدي الكبير، لأن القاهرة تقريبا فيها حوالي 33% من حجم المخلفات التي تنتج يوميا في جميع أنحاء الجمهورية. سوء التعاون اللي بين حضرتكم يعني بين المحافظة وبين وزارة البيئة؟ لا، احنا اللي كان في جزء من المعدات وليس هذا الجزء اللي موجود النهارده كان بتمويل من محافظه البيئه من وزاره البيئه، لكن المعدات اللي موجوده دي النهارده جايه من الخطه العاجله للحكومه بناء على طلب من محافظه القاهره. احنا قلنا ان احنا حبيتهم ان احنا نحسن ونجود من النظافه في محافظه القاهره، احنا محتاجين معدات. محافظه القاهره متعاقده مع شركات للنظافه، ولكن هذه المعدات هي معدات هتبقى موجوده تحت تصرف الاحياء، هتبقى في عربيتين قلاب من الكبار دول في كل حي بمجموع 72 عربيه بالاضافه الى 28 عربيه لهيئه النظافه. باقي المعدات اللي هي اللودر دي موجود لودر لكل حي، وبعدين ماكينات تخطيط الارض دي ماكينات تبقى المسؤول عنها الاداره العامه لمرور القاهره بتمويل من المحافظه، ووضع الاولاد وغير عربيات الإنارة. النهاردة ما فيش عربيات إنارة موجودة، لكن في عربيات إنارة استلمناها، في عربيات إنارة لكل حي. على فكرة الحاجات دي غير مسبوقة في محافظة القاهرة من حيث لا الكمية ولا النوعية ولا حجم الإنفاق، وهذا يحمد طبعا للحكومة، ويعني يوري أن موضوع الخطة العاجلة اللي اتخذته الحكومة كان اتجاه يعني محمود واتجاه كويس. طبعا بنتكلم احنا هنا على منتجات تم تجميعها في مصانع مصرية، وبالتالي كانت هناك عمالة، هي عربية للتصنيع، وبالتالي كانت هناك عمالة مرتبطة بهذا الموضوع. بنتكلم على سائقين وفنيين وغيرهم من هيئة النظافة ومن الأحياء وهكذا، بالإضافة طبعا إلى رفع مستوى منظومة النظافة في محافظة القاهرة ككل. احنا مستمرين في هذا المجهود ولن نهدأ ولن نستكين ولن نتوقف، وإن شاء الله بإذن الله القاهرة دايما هتبقى كل يوم أفضل من اليوم التاني. كم دفعة تبقت يا فندم من استهلاك؟ احنا اعتقد ان احنا دلوقتي وصلنا يمكن اقل من 30% من المعدات. نعم. الباقي تباعا قبل نهاية 30/6 ان شاء الله يصل ويعمل على اراضي محافظة القاهرة. كان تم رد 300 مليون جنيه من قبل 302 302 نعم. مليون جنيه. ايوه المقالب الكمامه اللي احنا بنشوفها طول الوقت وبيتم ازالتها. أيوه. تاني يوم بنلاقي الناس بتشتكي. هل بيكون صح. في متابعه امنيه لهذا الامر؟ لا، هو في متابعه يوميه، مش امنيه، في متابعه يوميه، في مسؤولين نظافه في كل حي ممثلين لهيئه النظافه، بالاضافه الى ان رئيس الحي الان اصبح مسؤول امامي شخصيا، بغض النظر انه جزء من العمل بيتم تحت اشرافه وجزء الاخر بيتم من هيئه النظافه، ولكن هو المسؤول امام محافظ عن مستوى النظافه في الحي. ويمكن انتم عارفين ان احنا بعد شويه وبتقليد جديد هنعمل اسبوعيا حمله تفتيش على 3 أو 4 احياء كل اسبوع عشان نلاحظ التطور في مستوى النظافه، وعشان نعاقب او نثيب كل من يعني ينجز في عمله. احنا حاسين مسؤوليه كبيره وان المواطنين لهم حق علينا، وان احنا ربنا يعني قدرنا وكنا موجودين الان في شرف المسؤوليه، فبالتالي احنا هنعمل كل ما في وسعنا لكي نرتقي بمستوى النظافه في محافظه ان شاء الله.